بتتواصل اعمال الجمعيه العموميه هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، وكما تابعنا على مدار اليوم حضور السفير احمد القطان سفير المملكه العربيه السعوديه في مصر للتصويت على لائحه النادي الاهلي وحضوره جمعيه عموميه، وايضا في هذه اللحظات معي المهندس مصطفى مراد فهمي السكرتير العام للاتحاد الافريقي سابقا واحد القيادات الرياضيه المصريه اللي كان ليها دور كبير جدا حتى في الاتحاد الدولي في السنوات السابقه. برحب بك يا باشمهندس، صباح الخير، وحضورك مهم داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره للتصويت على لائحه النادي الاهلي والمشاركه في اعمال الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. طبعا لان الاعضاء ضروري ان هم يعتمدوا اللائحه اللي اقرها مجلس الاداره، واللائحه بتتيح للنادي ان هو يعني يدير كل اموره بشفافيه وطبقا لنظام معروف للجميع، وان شاء الله العدد المطلوب يتم تواجده والموافقه تكون على لائحه النادي ان شاء الله. الخطوات اللي تمت في الفترات السابقه، اقرار قانون الرياضه، اعتماد لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، كل دي خطوات ان شاء الله الفتره القادمه هتنقل الرياضه المصريه والنادي الاهلي تحديدا بشكل مختلف في السنوات القادمه. ان شاء الله، لان النادي الاهلي عايزينه يكون زي ما عودنا دايما انه كان قدوه لكل الانديه، وانه يتمكن ان هو يدير شؤونه بنفسه دون تدخل. بالطبع الدولة لها دور، لكن بدون تدخل في الأمور الخاصة بالنادي اللي هي من صميم اختصاص مجلس الإدارة أولا والأعضاء. وبالتالي يعني النادي الأهلي نتمنى أن هو يستمر في مسيرته اللي قوامها أكثر من 100 سنة، ومنتظرين حاجات كتيرة طبعا من المجلس الحالي زي ملعب الكرة إن شاء الله، الاستاد الأهلي اللي يعني طال انتظارنا، ونتمنى أنه هيبقى نقلة كبيرة في تاريخ النادي الأهلي ككل. خبراتك القانونية والرياضية ووجودك في كل المحافل الدولية، دور مجلس الإدارة في التوقيت الحالي كيف تراه، خاصة أنه بيدافع عن حقوق النادي الأهلي وكان ليه إصرار في تنفيذ بعض القوانين وأن يعطي حقوق للجمعية العمومية في النادي الأهلي في إقرار نظامها الأساسي في الفترة القادمة، وفي ظل كان في تعديلات من اللجنة الأولمبية أو إقرار لائحة استرشادية، كل هذه الأمور تابعتها إزاي، ودور المجلس في الدفاع عن النادي الأهلي في السنوات الحالية أو في التوقيت الحالي؟ المجلس طبعا كان في زي ما عودنا دايما كل مجالس الادارات النادي الاهلي من قديم الازل دايما كانت سباقه وبتدافع عن مصالح النادي في كل الظروف وفي اصعب الظروف، من ايام المجالس القديمه ايام عبود باشا وبعد كده الفريق مرتجي والكابتن صالح سليم، خصوصا الكابتن صالح سليم اللي يعني ارسى مبادئ كبيره راسخه وكبيره، والمجلس الحالي بيسير على نفس النهج. مشاركة الرموز ماذا تعني؟ مشاركة الرموز الرياضية تحديدا، يعني لما الأعضاء النادي الأهلي يلاقي مثلا سفير المملكة العربية السعودية، وجود المهندس مصطفى مراد فهمي نجوم كرة القدم البارزين اللي عملوا تاريخ في النادي الأهلي. يدل لك ان النادي الاهلي هو رائد الانديه وان هو قيمه كبيره وان الانديه كلها بتسترشد بالنادي الاهلي، فده يعني دليل بيؤكده مره اخرى اعتزازهم بالنادي الاهلي وشعورهم بانه قيمه كبيره ووجودهم ضروري لاستمرار هذه القيمه لاداء رسالتها.